مرحبا من جديد. الأزمة السودانية المستمرة منذ نحو 11 شهرا وسط غياب أي أفق للحل لفت الانتباه لإيران التي تحاول استغلال هذا التعقيد لمد نفوذها إلى السودان. هذا ما كشفه تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. هذه المحاولة الإيرانية تأتي من خلال إغراء البرهان بتزويده بالأسلحة مقابل منحها إذنا بإنشاء قاعدة بحرية دائمة على البحر الأحمر. التفاصيل في التقرير التالي. التوسعات الإيرانية وزيادة النفوذ تعود مجددا إلى الواجهة. هذه المرة تسعى طهران لمد نفوذها إلى ما هو أبعد من حاضناتها التقليدية لتصل إلى محطة جديدة وهي السودان. فبحسب تقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، السلطات الإيرانية عرضت على الجيش السوداني تزويده بمسيرات وسفينة حربية قادرة على نقل مروحيات ومسيرات أخرى مقابل منح طهران إذنا بإنشاء قاعدة بحرية دائمة على البحر الأحمر. العرض الذي قوبل بالرفض يأتي ضمن مسعى إيراني للحصول على موطئ قدم على سواحل البحر الأحمر لتعزيز سلطة حليفتها جماعة الحوثي وتمكينها من مراقبة حركة المرور البحرية من وإلى قناة السويس وإسرائيل وفقا للصحيفة. هذا العرض يأتي ضمن خطة للتوسع في القارة الإفريقية بدأت منذ سنوات عبر إنشاء مراكز ثقافية واتصالات غير رسمية في جميع أنحاء القارة ومد قنوات اتصال مع المجموعات المسلحة بحسب وثائق استخباراتية أمريكية. علاقة طهران توثقت مع القوات المسلحة السودانية خلال فترة الحرب الدائرة في البلاد بعد إمداد إيران للسودان بطائرات دون طيار من طراز مهاجر 6 للتصدي للعمليات الهجومية من قوات الدعم السريع. نرحب بضيفينا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء أمين إسماعيل مجذوب، ومن طهران الكاتب والباحث السياسي دكتور حكم أمهز. مرحبا بكما. لواء أمين، سأبدأ معك. يعني هل هنالك دولة فيها إخوان ليس فيها إيران؟ مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين وبضيفك الكريم. حقيقة السودان خلال 30 عاما الماضية تحول جملة ويسرة، وكانت هنالك علاقات مع الكيان الإسلامي الموجود بتمثل الحركة الإسلامية، ونتيجة لبعض المتغيرات تم قطع العلاقات مع إيران بالعام 2016. الآن رأت القيادة السودانية أن تعيد العلاقات بعد انتهاء هذه المتغيرات الإقليمية والحوجة إلى حلفاء جدد. طيب دكتور حكم أمهز، ريثما يعود إلينا سيد مجذوب. دكتور حكم أمهز، ماذا تريد إيران من السودان؟ أولا حياكم وحيا ضيفك اللواء والمتابعين. دعينا نبدأ أولا من أنه هل صحيح هذا الخبر أو لا. يعني أنا اليوم كان لي أكثر من لقاء في هذا الإطار وتواصلت مع مصدر معني، أكد أن هذا الكلام غير صحيح مطلقا. طبعا لماذا؟ لأنه حتى الآن العلاقات الإيرانية السودانية يعني لم ترتقي، حتى الآن لا تزال في إطار اتفاق النوايا، حتى الآن لم تفتح السفارات بين البلدين، وبالتالي لم ترتقي العلاقات ما بين الطرفين إلى مستوى يمكن من خلاله أن تطلب إيران مثل هذا الطلب. يعني حتى يكون هناك علاقات على مستوى عسكري يجب أن يكون هناك علاقات على مستوى سياسي رفيعة، يعني يجب أن تكون العلاقات السياسية رفيعة، العلاقات الاقتصادية رفيعة، أن يعني يكون هناك علاقات متينة بين الطرفين حتى يمكن من بعد ذلك أن تطلب إيران مثلا مثل هذا الطلب. ولكن إيران تدرك أن لدى السودان علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولدى السودان علاقات جديدة فيما يتعلق بموضوع علاقات مع إسرائيل، وأيضا بطبيعة الحال تدرك إيران أن مصر لا تقبل بأن يكون هناك قاعدة في تلك المنطقة، لأنه لن تكون هناك قاعدة في السودان دون أن يعرف يعني فيها الجميع، لن تكون مخفية لأنها قاعدة عسكرية، والقاعدة العسكرية طبعا ستكون كبيرة. فلذلك يعني كان هناك نفي لهذا الطلب مطلقا، حتى أنه كان هناك نفي لموضوع أن تكون إيران زودت يعني الجيش السوداني بطائرات مسيرة. وطبعا في هذا الإطار نفسه أيضا يقول المصدر أنه بطبيعة الحال هناك يعني سعي كبير جدا من قبل إسرائيل وغير إسرائيل لمعرفة تكنولوجيا الطائرات الإيرانية
التي لها دور كبير جدا اليوم ويتحدث عنها كثير جدا. فلذلك لا يمكن أن تقوم إيران بإعطاء أو بتقديم هذه الطائرات إلى الجيش السوداني حتى لأنه ليس هناك من علاقات حتى الآن. فلذلك دعنا نقول أن هذا الأمر يعني منفي، ولكن بطبيعة الحال حتى نكون دقيقين أكثر أنه موقع السودان موقع جغرافي مهم، جيوسياسي مهم جدا وحيوي، وبالتالي أي دولة ترغب بأن يكون لديها قاعدة في تلك المنطقة، وبالتالي إيران أيضا ترغب يعني يكون لديها قاعدة. فإذا توطدت العلاقات أكثر بين الطرفين أعتقد أنه ربما في بعد ذلك ربما يعني بطبيعة الحال هذا تحليل. هي المشكلة ليست في صحة الأخبار أو ربما عدم صحتها، هي المشكلة بأنه يمكن بسهولة تصديق مثل هذه الأخبار دكتور حكم. صحيح صحيح صحيح. شوفي هناك مثل يقال أنه الجسم الإيراني لبيس، يعني أي خبرية يمكن أن تصدق لأنه تعرفين أن دور الإعلام كبير جدا في هذا الإطار. ولكن نحن نتحدث سيدتي الكريمة، نحن نتحدث من الباب المنطقي، باب الواقعي والموضوعي، أنه يعني حتى المحللين السياسيين إذا سألتيهم عن هذا الموضوع سيقولون نفس الكلام، أنه لا الولايات المتحدة الأمريكية تقبل لأن هناك علاقات استراتيجية مع السودان، ونحن نعرف حساسية الموقف السوداني حيال الأمريكيين فيما يتعلق يعني بالأمس كانت هناك حتى الآن لا تزال عقوبات على السودان ولا تزال هناك إشكاليات، وبالتالي السودان يعني حريص في هذا الإطار على أن لا يزعج السودان، يزعج الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الإسرائيليين أيضا لا يقبلون والأمريكيون والمصريون لا يقبلون، وبالتالي أيضا هناك يعني هناك إشكالية. فهل من المنطقي أن تطلب إيران مثل هذا الطلب؟ أنا أقول أن إيران تسعى لأن تكون لديها علاقات جيدة جدا مع كل دول المنطقة، لأن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي يعني منذ أن بدأت اتخذت قرار بتعزيز العلاقات مع دول الجوار وفتح هذه العلاقات. مفهوم. فلذلك يمكن أن تتطور هذه العلاقات، إلى أين ستصل هذا يمكن أن نتحدث عنه في المستقبل. لواء أمين، فيما يتعلق بعلاقة السودان بطهران كيف يمكن قراءتها اليوم؟ هل انتهت مرحلة الجفاء؟ خاصة أن طهران تحاول يعني إعادة يعني تموضع أو موضعة قواتها، وفي نفس الوقت تسير بشكل سياسي أيضا موازي مع الدول الجارة، هل سيكون للسودان نصيب من هذه العلاقات في قادم الأيام؟ بعد عودة العلاقة والزيارات التي قام بها رئيس مجلس السيادة لعديد من دول المنطقة، أوفد وزير الخارجية والتقى بوزير الخارجية الإيراني، العلاقات هي علاقات استراتيجية. إيران تحتاج طيب للأسف الصوت لا يصل ويتقطع. على كل الأحوال دكتور حكم، السودان مهم جدا لأمن البحر الأحمر، نظرا لما يحدث الآن من مناوشات في البحر الأحمر، كيف يمكن توقع الأمن هناك إذا ما كان هذا التعاون بين السودان وطهران قائما؟ يعني طبعا السؤال هذا فرضي بطبيعة الحال، هو وأيضا واقعي في نفس الوقت. أولا العلاقات بين إيران والسودان هي يعني يجب أن تكون علاقات جيدة، وباعتبار أنهما دولتين مسلمتين، وإيران أشرت إلى أن حكومة الرئيس رئيسي في إيران يعني منذ أن بدأت كان هذا البند الأساس في أن تتوسع علاقاتها مع دول الجوار سواء كانت عربية أو غير عربية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يعني مهمة بالنسبة جدا إلى إيران، هي تعتبر أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأمن المنطقة جزء لا يتجزأ من أمنها، فتعتبر أن الوجود الأمريكي في المنطقة والوجود الأجنبي في المنطقة هو الذي يسبب هذا التوتر القائم في المنطقة، والتوتر أيضا في العلاقات القائمة في المنطقة. فعمليا هذا الركنين أساسيين تعمل على أساسهما إيران في هذا الإطار. كيف تنظر إلى أن يكون الاستقرار في المنطقة وإلى وضع المنطقة؟ بطبيعة الحال ما يجري الآن من عسكرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للبحر الأحمر تعتبره هذا مؤثرا ومزعزعا للاستقرار، وبالتالي ايضا الوجود الاسرائيلي ايضا تعتبره يعني مزعزعا للاستقرار. عسكرة البحر الاحمر هي من قبل الولايات المتحده، ام ان الولايات المتحده اتخذت
ردا للفعل الذي قامت به طهران فعليا أو أذرع طهران؟ لا شوفي، في أولا قبل أن يعني نتحدث عن ما قامت به صنعاء، ما حدث في العدوان على غزة كان هذا هو السبب. عندما بدأ اليمنيون أو صنعاء، حتى لا يؤخذ بشكل عام الموضوع، اتخذت قرار، هي قالت أنه نحن سنوجه الضربات فقط للسفن المرتبطة بإسرائيل، المتجهة إلى إسرائيل أو التي يعني لديها علاقات مع إسرائيل. هذه هذا بالعرف الدولي قرصنة دكتور حكم. لا، في قبل العدوان على غزة والإبادة على غزة أليس قرصنة؟ يعني هل المطلوب أنه لا يكون هناك مساعدة؟ فعمليا هو فصل المسارات، هو فصل المسارات. يعني الآن يمكن ربط ملف غزة بأي ملف، بأي يعني أجندة لأي ميليشيا. لا يمكن أن نبرر قرصنة السفن في البحر الأحمر من أجل ملف غزة، وخصوصا بأن قرصنة هذه السفن لم توقف الحرب في غزة حتى لا. تماما. لكن دعيني أقول أمرا، أنه نحن الآن نعيش للأسف الشديد، يعني وأنا متخصص في العلاقات الدولية، نحن نعيش حالة فوضى على مستوى القانون الدولي. ليس هناك من منظومة قانونية يمكن أن يحتكم إليها أحد، وبالتالي دعيني أقول أنه هذه الفوضى تدفع كل طرف لأن يفعل ما يراه مناسبا على الأرض. الآن هل تعتقد بأن طهران تفكر بطريقة فوضوية؟ لا، خليني دعني أجيبك على السؤال. وأنا لو كانت تفكر إيران في بشكل فوضوي لكانت يعني دخلت في المعركة بشكل أكبر، ولا كانت قامت بأمور أكثر، ولا لما كانت قامت بدور التهدئة في المنطقة، وهذا يعرفه العدو والصديق الدور الإيراني في ما يجري حاليا. لكن أنا أقول أنه ما حصل في غزة هو مخالف لكل القوانين الدولية وجرائم. طيب، جرائم حرب وجرائم إبادة ممكن توصف. فلذلك قام اليمنيون عندما لم يجدوا أن هناك قانونا يحمي الفلسطينيين قاموا بما قاموا به. الولايات المتحدة الأمريكية جاءت لماذا؟ جاءت لتعالج النتائج ولا تعالج السبب. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تريد أن تعالج الموضوع، يمكن أن توقف العدوان على غزة. كل هذه الجبهات التي هذه السردية الإيرانية. طيب دكتور حكم أمهز، لا أدري إن كنت تسمعني، هنالك مقابلة لعمر، لواء أمين عفوا، لعمر البشير، مقابلة منذ 8 سنوات أو أكثر، تحدث فيها وقال بأن الحكومة السودانية اكتشفت وجود جماعات تشيع السودانيين وهذه الجماعات إيرانية. البعض يشبه هذه المقدمات، هذه الإرهاصات التي تحدث اليوم في السودان بما حدث في سوريا، هل هنالك تشابه؟ تختلف الأوضاع الآن في السودان. الحرب التي يواجهها السودان ليست أيديولوجية. العدو الموجود هو مجموعة من القبائل العربية في جنوب الصحراء تحاول أن تحدث تغيير ديموغرافي وليس تغيير أيديولوجي، ولذلك الظروف مختلفة. الاتهامات التي طالت بعض العناصر التي أتت على بعض الجرائم الموجودة من الجانبين في السودان هي التي أدت إلى تشبيه أن هنالك إيرانيين أو أن هنالك شيعة أو أن هنالك داعش في السودان. لكن أنا أؤكد من متابعتي أن ما حدث هو فقط رد فعل على ما تقوم به ميليشيا الدعم السريع في السودان التي تقتل وتنهب وتغتصب النساء. لذلك جاءت بعض التصرفات من بعض المنسوبين للمقاومة الشعبية، ارتكبوا بعض الجرائم. لذلك الاختلاف كبير في الظروف، الاختلاف كبير في المعطيات والمتغيرات الإقليمية. إعادة العلاقات مع إيران لا علاقة لها بالتسليح، علاقة فقط بمتغيرات إقليمية. كثير من الدول عادت علاقتها مع إيران في الفترة الأخيرة، وبالتالي السودان وجد أنه لا سبب لقطع العلاقات مثل ما حدث في العام 2016. شكرا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي لواء أمين إسماعيل، كنا نتمنى أن نستفيد من الوقت معك أكثر. ومن طهران كان معنا الكاتب والباحث السياسي الدكتور حكم أمهز، شكرا جزيلا لمتابعتكم، وللمزيد من التحليلات والأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني المشهد.com ومنصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.